مع احترامي، الزمالك اسمه اكبر من الترجي. الزمالك اسما وبطولات على الاقل افريقيه اكبر من الترجي، وامكانيات لعيبه نادي الزمالك وخبراتهم من وجهه نظري اكبر من الترجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا للناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. مساج اليوم موجه إلى خالد الغندور اللي حكى في قناة الزمالك تي في عن الترجي الرياضي التونسي، وحكى على مباراة يوم السبت ما بين الترجي التونسي والزمالك المصري. الغندور يقول انه الزمالك اكبر من الترجي، الغندور يقول انه الترجي استفيد من التحكيم، وحكى على مباراة فريق الترجي مع الفريق السنغالي اللي يقول انه الترجي استفاد من التحكيم بضربة جزاء في المباراة هذه، ويحكي كذلك على هدف التعادل الترجي في الجزائر مع المولدية، واللي يقول اللي هو ماهوش هدف والترجي استفاد من التحكيم، ويحب في المباراة هذه انه التحكيم يكون عادل. اول رسالة ليك يا اخ الغندور انك تقول الزمالك اكبر من الترجي. الزمالك المصري فريق كبير في مصر ونحترم الفريق هذا، لكن العين لا تعلو عن الحاجب يا اخ الغندور. الترجي هو الحاضر والمستقبل، ولا الترجي هو التاريخ؟ الترجي التونسي هو التاريخ. لو نحكيه على الترجي التونسي أخ الغندور، الزمالك المصري تقريب في مصر سيطرة كاملة للأهلي المصري على الدوري المصري على كل شيء، كل الألقاب الأفريقية. الزمالك أبار الخمس ألقاب اللي خذتهم قبل يعني في عهد الغفلة، الزمالك لا نراها موجودة في الساحة بتاتا. الترجي موجود من زمان، والترجي منذ 2011 خمسة نهائيات افريقية يا اخ الغندور. الترجي التونسي عمل ريمونتادا تاريخية مع الاهلي المصري. الترجي هو كبير افريقيا، حب من حب وكره من كره. الترجي كما قلنا مسيطر على البطولة التونسية، مسيطر على الشامبيونز ليج. الترجي الفريق الوحيد في افريقيا الغندور اللي هز، وفي العالم اللي هز زوج القاب افريقية او زوج القاب خارجية في ستة اشهر فقط. الترجي التونسي لا تستطيع انك باش تقارن الترجي بفريق الزمالك، عيب باش تقارن الفريق هذا بفريق الزمالك. الترجي هو اقوى من الزمالك، الترجي هو اكبر من الزمالك، حب من حب وكره من كره. ونبعدوا على الفتنه، الترجي كي تحب تقارنه بالاهلي المصري، كبير مصر كبير تونس، وهما الزوز الترجي والاهلي هما كبار افريقيا، ما تقارنوش بالزمالك يهديك ربي. وهذه الفعفعه الاعلاميه اللي ديما الاعلام المصري وخاصه من جماهير